بعد أربعة أشهر من طبع أول ورقة نقدية جديدة بالجزائر، تم توزيعها على مراكز البريد عبر مختلف ولايات الوطن للتعامل بها، إلا أن الغريب هو امتناع عدد من المراكز من بينها القبضة الرئيسية لولاية البويرة عن تسليمها للأعوان ومن ثم الزبائن. راني جيت اليوم باه نجبد شويه الدراهم تاعي ولقيتهم ما ماهمش جديد، لقيتهم العمله قديمه هذيك وما ناش عارفين، وما راهم داخلين هذو دراهم جديد بصح حنا رانا ندوف في دراهم قدم في البويره مازال ما طلقهمش اوفيسيالمون. هذا ما كان رحنا جبدنا وكل شيء لا روتريت تاعنا وكل ما لقيناهمش. الاوراق النقديه هذه جديده، هذه مازال ما دخلش البريد تاع البويره هنا، مازال ما كانش ما هو خلصنا وما كاش ما رانا في مكتب بريد هنايا قبضه رئيسيه سحبنا اموال مازالهم بلي كوبون القدم. الاوراق الماليه بتصاميمها الجديده والتي شرع بنك الجزائر في طبعها وتوزيعها هي من فئه 1500 دينار جزائري، فضلا عن الفئه النقديه 100 دينار، تحمل رسوما ترمز للعصرنة والتكنولوجيا بدل الحيوانات، الأمر الذي لقي استحسان المواطنين. الأوراق النقدية جديدة مازلنا ما شفناهمش، مي تي ما شفناهم في التلفزيون كل ما شاء الله، ميم دراهمنا راهم كبسوا يقدموا كل شيء. نحن الصور هذيك مش مليحة بلا. أنا ماذا بيك شغل يجيبوا دراهم جداد وهاك تعرف. فهمت كيفاه؟ دراهم جديد خير من القدم، ماذا بينا احنا القدم يروحوا خير. وتبقى ثقافة استغلال والتداول للأوراق النقدية وتخزينها من بين العوامل التي ترهن بقائها.